في الحقيقة يا دكتور، هذه الفحوصات لزوجتي. على العموم زين، حسب نتائج الفحوصات المأخوذة لزوجتك هي حامل. مبروك. حامل؟ الله يبارك فيك يا دكتور، أحسنت يا دكتور، الله يبارك فيك. الأخ سعيد، زوجتك ليش ما جات تطمن على فحوصاتها بنفسها؟ الله يسلمك يا دكتور، زوجتي تخاف من الإبرة، موتها ولا الإبرة. معقولة؟ في ناس تفكر بهالتفكير المتخلف؟ عن الغلط دكتور، ترى هذه زوجتي. أنا أقصد الناس عايشة في القرن العشرين والطب تقدم، وزوجتك عفوا يعني تخاف من إبرة؟ هذا اللي حاصل يا دكتور. المطلوب منك يا أخ سعيد إقناعها مراجعة المستشفى، القسم المختص، وتبعد عنها فكرة الخوف من إبرة. إن شاء الله، كلامك ذهب يا دكتور، لكن مخ زوجتي تنك ما تقتنع بسهولة. يلا اسمح لي بروح عندك الحين دكتور. تفضل يا أخي سيد، إن شاء الله يتربى في عزك. من هو؟ ولدك إن شاء الله لما يوصل. مع السلامة. مع السلامة دكتور أحسنت. الأخ سعيد لو سمحت. يا ربي سعيدة، ما صارت يا بنتي؟ قام راسي عورني من كثر ما أشوف عليك. يا سايرة يمين يا جاية شمال، يا جلسي الله يهديك. يا أمي ما قادرة، ما قادرة أصبر، ما أعرف سعيد ليش تأخر علي في المستشفى. تعرفي هذا الإنسان ما يقدر يصابي عمره عني أنا وحدة. ما أعرف إيش قالوا له في المستشفى عني، ما أعرف يعني إيش بيقولوا له يا بنتي.
ما؟ يعني يكون أنا مريضة وما عندي خبر؟ أنت لا مريضة ولا شيء يا بنتي. أنت أما قالت خديجة الكلام هو صح. معقولة؟ يعني معقولة أكون حامل؟ وليش ما معقولة يا بنتي؟ أنت أقل عن من؟ أنت استهدي بالله تو. سعيد بيجي وبيخبرش عن كل شيء. أنا عاد أسير عنك. يا سايرة ما تخليني وحدي يا ربي. شيمة جلسي. شيمة أنا ما أطيق حال أبوش. مرة يسوي لي سالفة لا إلها أول ولا تاني. يا الله ما بتوحي لأبوي. جلسي عندي شوية لين يجي سعيد بعدين سيري. توكلي. ويهديش يا بنتي أنت تعرفي يا أبوش. ما هون علي تبدرين وزير ما. ما تهوني علي. عقب جلسي ما. أجلس؟ إيه. إيه والله. جلسني. زين ما؟ إيه. إيش أخبار غيرها؟ أريد أنبهك يا أخي سعيد أن في هناك بعض الحالات النفسية اللي تمر بها الحامل في فترة الحمل الزوج ما يتفهمها وعليه تحدث المشاكل وأيضا حالات الطلاق. عندك في فترة الوحام الحامل تتوحم بأشياء غريبة تريد تاكلها، فلما تمنعها تأثر في نفسيتها نوعا ما، وتكون عندها بعض التحكمات تحاول تنفذها وتوفر لها اللي تريده. ونبهك إلى حالات ثانية، بعض الحوامل يحسن بالغيرة والشك بالزوج، وبعضهن اللي تتحاشى الزوج، وبعضهن العكس، وهذه غير النرفزة الدائمة بسبب وبدون سبب. كل هذا في فترة الحمل الله يستر. بس إذن سعيدة بتستغلها فرصة وبتاخذ راحتها في كل هذه الحالات. أعرفها تستغلها فرصة بنت الحاف. يلا أمرني الله اللي يصبرنا بسمعها. يتبع الوادي واصقر المعي مثل المخمس وزرع من السهم يا عيني هلي ويا أرضد معي. خلفان. أهلا بخديجة. أنت رايح؟ لا أنا داخل. ضحكتني. طبعا الحين أنا لابس ومتهندم وحالتي لله. طبعا خارج خير. بغيت تقولي شيء ولا إيش؟ أقول خلفان. نعم. ترى نحن عادلنا مدة عاد لا شفنا سعيدة ولا سعيد ولا زرناهم. إيش رايك لو نعطيك فكرة بإننا نعزمهم عندنا في البيت؟ هي فكرة زينة. أنا ما عارف هذه كيف راحت عن بالي. يعني أنت موافق؟ طبعا موافق. ليش ما موافق؟ لا. خلاص أكلم سعيدة؟ سمعي خديجة. أنت كلمي سعيدة وأنا الحين رايح المكتب. بتصل بسعيدة وبرتب معها. يلا عسى إني أحصله بس. إن شاء الله. يلا أنا رايح. يلا مع السلامة. لا 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 يلا مع السلامة. مع السلامة. دير بالك على نفسك وانت تسوق. إن شاء الله. شوية شوية. هلا الله في عمرك. مع السلامة. يا ربي ما سعيد اللي انت وبعدها ما جا ما عرف ايش صار. الغايب حقته معه يا بنتي. استهدي بالله انت. هيك ذاك. ها سعيد ايش سويت؟ تعال هم ماشي ذا بيتك تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتني؟ ايش فيك؟ خلوني ارتاح شوي بالدرب. ها خذ راحتك يا ولدي خذ راحتك. تعال تفضل. وحليله مسكين تنعال جاي تعبان استريح. ها تو استراحت. خبرني ايش سويت؟ ايش سويت بعد؟ فشلت عمري وجيت. ادري ادري. انزين والنتيجه؟ النتيجه اني حامل. أقصد أنت حامل ولازم تراجع المستشفى وإبرة ما إبرة ماشي. لا تخافي. سمعتي؟
سمعتي مو قالش؟ انا قلت ليش من قبل يا بنتي كلامي طلع صحيح ولا لا؟ صح. الخبره يا بنتي تلعب دورها. ما في كل الحالات عمتي. يلا بروح عنكم. وابوي هين رايح؟ رايح السينما. شفتي ما صار السينما شفتي؟ لكن تعال تعال هين سينما تو صباح الله هين سينما. ما ادري عنش رايح الشغل ابوي الشغل الشغل. ايه صار الشغل؟ عقب تشلني معك يا ولدي على دربك انا وصلني البيت. تحت امرش عمي تتفضلي يلا تعالي. خلا عاد انا سعيده ما اسير عنشه. ديري بالك على عمرك. ما تغلوني واحد يسعيد بيروح الشغل وانت بتزيري عني البيت ما تجي ما قنزي معي ذي الخطره بعد. ما هناك سلوم يحرصني الله يهديش. كن معقول. خلا بس عيد انت توكل انا اجلس هنا. احسن. قوم قبل اسوي تليفون حال ابوش. يلا تحصل التليفون. وش انت وش اكلم ابوش. وابوي الخط انقيك. عقب جلسي ما اسبوع في ذا البيت. هنا حصلك يا سعيد هنا حصلك يا سعيد. يلا 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 يا سعيد. يا رب يا رب حصلك يا رب. يا رب حصلك يا سعيد يا رب. الو اي نعم اخي العزيز اخي العزيز اذا سمحت اريد اكلم اخي العزيز سعيد بن فرحان. نعم ان شاء الله حاضر انتظرك على الخط ان شاء الله. الو نعم نعم ما موجود. زين وين راح؟ المستشفى. زين بعد ما وصل. ها زين. طيب الو الو لحظه اخي ممكن اترك ملاحظه اذا سمحت؟ اي نعم. طيب قول لي اذا سمحت جارك خلفان اتصل فيك. اي نعم اتصل وابغيه يتصل ضروري. اي نعم ضروري هذه بين قوسين حتى الله يخليك. مشكور أحسنت كثر الله خيرك. الله يكثر من أمثالك. أحسنت مع السلامة أخوي. وما حصلتك يا سعيد. مين اللي يتكلم؟ هذا خلفان جار سعيد صار له كمر اتصل ما أعرف إيش يريد فيه. أنت ما ملاحظ يا عبد الله إن من يوم ما تزوج سعيد وهو مشغول أول كان نشيط. أنت إيش تريد تقول من وراء المقدمة الطويلة هذه كلها؟ المقدمة الطويلة هذه وراها حقيقة وهذه الحقيقة لازم تعترفوا بيها. حقيقة؟ أي حقيقة؟ أنتوا تعتبروا أن الزواج راحة نفسية واستقرار ويعطي الإنسان دفعة على أن يقوم بعمله على أكمل وجه. وهذا هو سعيد من يوم ما تزوج وهو مشغول مرة بالبيت ومرة بالسوق ومرة بالمستشفى ومرة. أنا أعرف أنت إيش تريد تقول وراء هذا الكلام كله. أنت تريد تثبت رأيك بالزواج. هو رأيي غلط يا عبد الله؟ طبعا رأيك غلط وتغالط نفسك إذا صدقت هذا الرأي. لو كنت تعتقد أن الزواج قلل من نشاط سعيد فأنت غلطان لأنك أنت أعسر وهذا أنت كل يوم تأخير وإهمال في العمل. يا أمين إذا كنت تعتقد أن الزواج هو اللي يعطل الناس فأنت تظلم الزواج بنظريتك الحجرية. لا 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 الخطأ في الإنسان نفسه في الإنسان نفسه يا أستاذ أمين مو في الزواج. هذا أنت دومك ضدي يا أخي كن معاي ولو مرة واحدة بس. راح شوف شغلك. هلو هلو أم سعيدة الحمد لله على السلامة. تو الناس تو ها والله 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 الله يبارك فيكم إن شاء الله. ها فهد هي وسعيدة فهد هنا موجود في البيت مساكين. إن شاء الله إن شاء الله سعيدة أقول له يجيش إن شاء الله. إنزين فمالة مع السلامة. ايه مالا
واه سعدك يا سلومة سعدك، بعد مدة قصيرة إن شاء الله هتستوي جد وابختك ويكون لك أحفاد. لكن حال سعيدة بنتي إيش هتجيب؟ إيش هتجيب؟ إيش هتجيب؟ هتجيب ولد وها بنت؟ بنت إن شاء الله تجيب بنت. إيه نعم، البنت منها فايدة، البنت إذا كبرت هتتزوج ويندفع لها مهر لا، ويمكن أبوها يستفيد بكمين ريال نوبة من المهر. إيه نعم، لكن الولد، الولد شقاوة. إيه نعم شقاوة، من يكبر وبه أبغى يتزوج، عادي إذا دفع وحده أو إن أبوه تكفل مصاريف زواجه. شقاوة شي. أفهم من كلامك الوالد، يعني أنت بتدفع المهر مال عروستي أنا اللي بتزوج. مالك فايدة الله يليك، أنا أدفع، هذا أبو قصران المهر. وبعدين أنت يا ولدي مالك ومال الزواج؟ أنت بعدك صغير، ادرس بأول، ادرس وتعلم وبعدين أيستو خير إن شاء الله. يعني وبعدين يوم يجي غايته يعني؟ يوم يجي غايته ها؟ إيه؟ تكفل مصاريف زواجك وحدك، أنا بيش أحد يعني ما أدفع. أنا بافهد يوم تزوجت أمك دفعت وحدي من كد قبيني. نعم، وخلي عنك هذا الموضوع، غير هذا الموضوع، سير جيب أمك من بيت سعيدة. خلفها خلي عايش 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 إن شاء الله إن شاء الله. خلي اسمع فهيدة مسيكين يقول بعد تدفع للمهر حجب أنا أدفع. خلفان. نعم. مالك متغير اليوم وجاي من وقت خير، مو عندك خبرني؟ ما في شيء، ما في شيء يا خديجة، وخليني. كيف أخليك؟ ما يصير أخليك، لازم أعرف إيش اللي عندك. إيه 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 خلفان، انتبه. أنت تكلم من؟ أنت تكلم خديجة اللي هي زوجتك، والمفروض إنك تخبرني كل صغيرة وكبيرة بحياتك دائما. أي زوجة ما عداك أنت يا خديجة؟ أنت تسمع الكلمة من هنا؟ أنزل السوق أحصلهم وزع فشرة كاسية. خديجة أنت حرمة أنت؟ كذاك خلفان؟ كذاك ما أخذ هذه الفكرة الشينة عني؟ أنا زوجتك، أم أولادك، كذاك تتكلم عني؟ بس عاد أنت مرة زعلة واصلة؟ زين بس لا تزعلي، هذا الموضوع رجالي ويخصني أنا. إنزين اللي يخصك أنت يخصني أنا بعد. زين الموضوع ما يخصني، ارتحتي الحين؟ إنزين خبرني، يخص من؟ والله هو يخص ما عارف، ما يخص بعد، من يخص؟ قول يخص من؟ يخص عمال عندي. خلاص يا خديجة انتهت السالفة. السلام عليكم. هو عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله ما حد اتصل فيني بعد ما طلعت. ايه اتصل فيك خلفان، هذا جارك، هذا خلفان. ايه خلفان. ايه. ها اكيد هو، اكيد يريدك ضروري. بنشوف. الو نعم. سعيدة هذه انتي؟ خير، ايش بعد نسيتك؟ ما معصب، بس قولي ايش تبغين، خلصيني، عندي شغل. ها؟ قط وحريش القطعات، نحن ما عندنا هوايش. طيب ليش قط بس؟ ضروري؟ خبريني حقيش تباغتني حقيش. زين طيب، حاضر. زين خلاص، يلا مع السلامة. الناس خلاص بجيبه، لا يهمش، خلاص يلا مع السلامة. الله سعيد، الله داك. اسمع سعيد، الحريم عند الحمل لهم طلبات غريبة، وهذه مرحلة عادية وعابرة. كذاك عاد يا خلفان، قط بالله عليك. يلا اتمنى هذه المرحله تمر بسرعه بس نرتاح. بسيطه. سعيد ذكرتني، تعال انا ابغيك في موضوع مهم بصراحه. خير يا خلفان اخوي، تفضل. شوف سعيد، انت اخ وصديق وجار في نفس الوقت، وما يخفى عليك عمك سلوم هالايام دائما يتصل بي اكثر من مره، ويبغى يشاركني في كل مشاريع التجاريه، والغريب انه ما يبغى حد يعرف عن هذه المشاريع شيء. أنا متأكد يا خلفان إن عم سلوم عنده فلوس كثيرة وضامنهم، ويبغى يوظف هذه الفلوس بمشاريع ناجحة. عدل، وانت عاد ما شاء الله عليك مشاريعك كلها ناجحة وربحها سريع. الله أكبر عليك، ومن شر حاسد إذا حسد.
الله يهديك يا خلفان. انا ممكن احسدك بشيء؟ انا لا يمكن يا اخوي احسدك في اي شيء. الله يهديك. مالك انت كذا؟ الله عليك يا سعيد، انا اضحك معك شوي، لكن تعال خبرني، ها ايش رايك بموضوع عمك سلوم؟ شوف انا بقول لك شيء واحد، عم سلوم يدينه في الصرف كذا مره، يابسه مره يابسه، واذا دخل معك شراكه بيتدخل في كل كبيره وصغيره. يعني معناته ان احنا بنتورط عند عمك سلوم هذه ولا عنها. سعيد يا اخي تفرغون يوم من الايام وتعالوا تغدوا معانا يا اخي. ما علي يا اخوي يا خلفان، خلها العزومه الى بعدين، انت عارف الحاله يا اخوي والايام اللي امر فيها. الله يكون في عونك، الله يساعدك، بس تفضل اشرب. احسنت. ويا عين ماليه، ويا عين ماليه، وسعيد ما عرف فينه تاخر علي. ويا عين ماليه، ويا عين ماليه، وسعيد ما عرف فينه تاخر علي. ابوه ويا عين ماليه، ويا عين ماليه، وسعيد تاخر علي ما عرف فينه. وابويا ويا عين فايده. اوي هني، انا هني هني، تعال في المطبخ ابوي يديني. لاه يا لاه يا اليوم، تعال. ويا عين ماليه، ويا عين ماليه، وبختي سعيد جاي ما تاخر علي. ويا عين ماليه، ويا عين ماليه، سعيد ما عرف علامه يتشوف علي. ويا عين ماليه. طيب انت ايش جالسه تسوي انت؟ انا كما تشوفني والله هاو ها قطع قط. يا الله ما حلو ذا القط الغاوي. يلا يا لذيذ. ماشي جنت سعيده جنت والله. خاب بعد ما تاكيه تصحين انباع. انا حشم ما متزوج حرام متزوج. خلاص خلاص ماشي، فايده بذا الكلام. ماشي اكل القط حلو ولذيذ. لا وبزيدك مش شعر بيت بيكون الف. لو زدنا عليه، لو زدنا عليه ليمون وفلفل. سعيد ساعة في منك بغرشة الملحات. انت الملحات. الله الله يا سلام. دوش ابوي دوش. ها هات هات. احسنت احسنت على هذا التعاون، احسنت. يا الله ملذها الحين الاكلة اكتملت. يا الله يا الله دي من صنع يدي وحية عيني. شوفي ما ناقص شيء، سوي له حشيش ولا ثرمد ولا هرم يمكن يطلع زين بعد احسن شويه. ما ناقصنا شيء، ما ناقصنا شيء. يلا محداها هذه الوجبه الغنيه بالفيتامينات. يلا 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 يا شهيره. يلا 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 محلى الاكله الحلوه. يلا هاي لو حد يذوق منها يبقى منها كل يوم. نعم تمام. ها تمام. نعم انها تمام معلوم. تصدق يا سعيد لان هذه احسن اكله اكلتها بحياتي. نعم احسن اكله، فما رايك تذوق منها؟ لا ابوي احسنتي، انا شبعان. احسنتي كلي بروحك. يا الله يا الله عشان خاطري. زين ابوي ما عشان خاطري انا، عشان خاطر ولدك فرحان بفي البطن بعدين يزعل تحول شيء ما تشه. بس ذوق سعيدة قد بروحها ما ينتقل الله يهديش. عادة وتحط عليه ملح ولوم وفلفل وما أعرف إيش خرابيط. لذيذ عسى بسيح اللقمة غاوية مزدت له لومي وملح وفلفل. طش. ما أبغي ما أبغي. الحامل لها طلبات غريبة تحاول تنفذها، وإذا ما نفذتها تأثر في نفسيتها نوعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي بكر لا تدعي دوك البوز دوك بزه. أمي لله هاتي هاتي شوي هاتي بكل وزم على عمري يغيب. تفضل. كيف أسيح كيف أسيح. الله الله محلا. ها عرفوا عقبك ساحة اللقمة. يلا يلا شوف كيف يتمطق فيها. حلو 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 زين زين. ما ورا عليش ما ورا عليش. معلوم انه زين معلوم. اسمح لي عاد ما اقدر ازيدك، اسمح لي. انت تعرف عاد هنا وحدها الا ربطه وحده.
وما كفتني. أخبرك أنت متباكر، زيد زيد ربطين، ربط حالك وربط حالي زين. أربعمية بيسة؟ معقولة هذه؟ هي معقولة حال مو ما معقولة. لو أبوك يعرف إنك كل يوم تاخذ 400 بيسة تعرف مو يسوي؟ يقلب لنا البيت فوق وتحت. أحمد ربك. أحمد ربي، أحمد ربي، ما أقول شيء، لكن يا الوالدة أنت تعرفي إن الشاب والشاب اللي في مثل سني يعني يحتاج يشتري ويشتري، تعرفي أنت، تعرفي. أقنع بالقليل يا ولدي، بعدين لا تنسى بترول سيارتك، مصروفك اليومي غير يوم تجي أوما أبا غوازي حال رحلة، أوما غوازي خلصا، هذا ترى كله محسوب فهد. تو من ذي بتكلمني؟ ما تو انت تفكري بذي الطريقة؟ صحيح من رابع القوم 40 ليلة فهد، مو قصدك؟ ما أقصد شيء، ما أقصد شيء. حسبك. في مال الله. في مال كريم، خلي بالك على عمرك با. سلوم. على هين؟ طالع شوية مسعيدة. هين طالع؟ عندي مشوار مهم. أها على هين هذا المشوار. الله يهديك يا أم سعيدة، ما لك ذاك ما تعبر أسئلتش، قلنا ليش طالع مشوار مهم، خلينا نلحق على فهد ما يحق. أها زين خبرني هين رايح وريح نفسك. أخبرك بعدين يوم أرجع أخبرك. أقول وإذا ما خبرتني؟ إذا ما خبرتك يا أم سعيدة أخبرك لما أطلع المرة الثانية إن شاء الله. سلوم. فمالله مشكل 240 زايد 300 يا مرحبا والله، حي الله بذيك الشيفة اللي كانت غيبة. حي السلام عليكم خلفان، الحمد لله. كيف صحتك ولدي؟ الله يعافيك. كيف شغل معاك؟ خير وعافية الحمد لله. يا مرحبا والله، سهلة استريح، زارتنا البركة. أحسنت. حي الله بعم سلوم، يا مرحبا. أنا بعدني طاحت شيء. طاحت ساعة، ما يخالف عم سلوم، ما يخالف، فيك الخير والبركة. عادي ما تنكر علي، مشكلة انكسرت أشوفه. لا لا ما بتنكسر الحمد لله. عم سلوم إيش تحب تشرب؟ قهوة، عصير، زنجبيل، زين للشياب الزنجبيل، زين في الأيام. لا خلفان يا ولدي يا خلفان، أنا ما أبغى أشرب لا عصير ولا زنجبيل ولا قهوة، مالك الله يجده. أنا جاي أكلمك في العرض اللي عرضت عليك، مو قلت موافق وراعة. آه كلمني في العرض اللي عرضت علي. أي عم سلوم. ها جيتك هذه على العين والرأس من فوق. زين والله أعلم يا عم سلوم إني أحترمك وأقدرك وأعتبرك مثل والدي، وفي نفس الوقت يا عم يا خلفان يا خلفان لا تقوم تتملق لي، انا انسان ما احب التملق. انا جاي لك هذا الموضوع حبابا، اسمعني يا عين، مو قلت في كلامي اللي قلت لك اياه. عم سلوم ها بصراحه وما يخفى عليك ايه ان انا ما احب اشارك حد، وما لي بارض في وجع الراس، وما اريد اشاركك. حبابو ابو 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 انا وبعدني خلفان. نعم تو بالله عليك، مشاركتي انا معك انت تجيب لك صداع راس خلفان؟ حشا عم سلوم حشا، لكن بصراحه ان احب اخبرك ان انا ما اريد اشارك في موضوع انا ما افهم فيه. لا 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 اقول نعم. انت يا خلفان كلمت حد عن هذا الموضوع اللي بيني وبينك؟ يعني حد استعلم؟ لا 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 عم سلوم لا، اخبر من يعني؟ لا 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 عم سلوم هو يسمع ايه اكيد حد قال لك انك ما تشارك سلوم. ايه هذا الشيء ما محيط علي انا باه، لكن اقول لك واسمعها من الحكمه. نعم حكمه سلوم تقول بو يصدق شو غيره يقل خيره. يا خلفان من ساعه مو بغى تجيب لي زنجبيل. ايه شربه ما ابغاه زنجبيلك حالك. عجب انت ما تشاركني انا هذا. ملا الله ليه يا عمو السلام عليكم. عليكم السلام غلام، ما يكتب انت مجاهد تسوي هنا، خلي شغلك الله يجيك. أرباب هذا في مرشد زراعي تيجي مني يشوف مزرعة ايه هذا يقول محاصيل يريد رش، مشان هذا خضرة زيادة فيه
وإيش غاش إيش حاصل غلام تنبح على الماء رش ملمو هذا غش هذا رش لازم أرباب لازم تعطيني فلوس مشان أنا يشتري دواء مشان هذا حشرات كله أعطيك فلوس أنا أدفع صف شوف ليش الله شوف أما إنك إنك أدهق نعم أنا أدفع غوازي غلام هذا شو هذا الجدار أظن حلمان أوين الجدات وهش توحنا أبانا وأجدادنا ما رشوا أقوم أنا رشوا خسارة غوازي ترى نعم إنك إنك أدهق نعم دهق شوية طالع وابوي وتخليني وحدة في البيت سيدة صار لي فترة أنا ما طلعت من البيت هذا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت أبي أطلع شوية اليوم يعني بتقول لك بتملل معايني في البيت متملل زين يلا خطف الله بياك سير سعيد أنا بصراحة ما أبغي أزعلش وفي نفس الوقت ما أبغي أتعبش معي بعد أنت عقب شو اللي بياك نعم هي أنا شو اللي معي هاي الناقص بعد أنا معي موعد مع خلفان اليوم جاري معك موعد مع خرفان ولا خرفانة؟ نعم؟ إيش قصدك يعني إيش قصدك؟ ها؟ أنا تصرق علي ليش وأبو يما تعالي شوف سعيد تصرق علي لا حول ولا قوة إلا بالله الدكتور يقول الحامل تمر بحالات نفسية وهاي اللي عندي زودتها شوية خلاص أبوي ما طالعين خلاص جالسين ها خلاص زين لا بتروح وتو نعم هنا أروح بحر ما تروح تجيب الإصبار أنا ذي الأيام فادي في الإصبار هافتني نفسي على الصبار ما أكثر هالنفس ما تنفتح ما أكثر هالنفس اللي عند إيش هذا إصبار الله يهديك وقت إصبار تو يا سعيدة يا الله شريمة سعود شريمة يا الله سيقي بالإصبار أبتو وصبار يا سعيدة ما وقت صبارتو ما وقت صبار الناس تاكل أحسن ما أكلات انت راح تبدي صبار كل يوم مش طلب غريب الحريم توحمن على رمان على تفاح على فواكه زينة ما قط وصبار انزل جاي من الحريم توحمن على صبار زد أنا ما توحم على صبار أصبار وقاجع بعد باغية بتصير تقبلي ولا لا زين أبوي بجيب وبزرع بقى شجرة صبار في هالبيت وجلبة قط ارتحتي؟ شي مرقال ما تجيبهم غير العين حارة أمي قالت لي ذي الحكمة ما برتاح ولا بيرتاح لبال يا خلفان ولا بتهن في عيشتي هذه إلا يوم أعرف إيش السالفة اللي دايرة بينك وبين سعيد أمس لازم أعرف يا خديجة ما بيني وبين سعيد لك الخير لا لا أبوي هذا الكلام ما علي أنا هذا الكلام ينقال حال غيري أنا وانت دومك كذاك ماشي شيء ما مستوي شيء ولكن اللي يشوف حالتك أمس يقول أكيد مسوي شيء ولا يوم جاء عندك وجلستوا رباعة وقمتوا تتساسروا كأنه في بينكم أسرار خبرني مو هناك مو مستوي انت الحين لما جالسة تسألي هذه الأسئلة كلها ايش تريدي بالضبط وكأنك جالسة تحققي معي ايش تريدي أطالب بحقي أي حق هذا اللي جالسة تتكلمي عنه انت اسمعني خلفان كونك انك تخفي علي سر من أسرارك فهذا يعتبر غلط وكوني أنا أطالب أعرف سر من أسرارك فهذا هو الصح يا خلفان وبعدين معاك يا خديجة وبعدين معاك يا خلفان أنت إيش تريدي بالضبط؟ أبغى أعرف إيش اللي مخبنه علي تعالي عشان أخبرك تعالي وأنا كلي آذان صاغية وغلام تعال. ما برطاب انت ما شغلت نعم تو انت كيف
كيف هام المزرعة وغايب؟ هي 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 متوكلين ساير أرباب حاضر. أنا والله موجود من معك. أنت ما موجود، أنت كسول. أنا كسول؟ إي نعم، أنت كسول ومغذول وما تنفع بيس البر. بس شاطر حط لي آخر شهر. عمي سلام، عمي سلام، أعطيني معاشي ولا حال منفعة ما تنفع. يا أرباب يا جناب، أنا كم مرة في واجب كلام قول هذا مزرعة يريد آلات، هي هذا مزرعة يريد حفار، حفار هذا مزرعة يريد ماكينة مال ماي مشان زخ ماي، زخ ماي هذا بعدين في نقص في سماد، ما في سماد أرباب، بعدين ما في دواء مال حشرات، هذا محصول كله بعدين يصير خربان. لا 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 يا غلام، لا 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 ما تقص علي أنا، أنا ترى ما ينقص علي. إي أنت تقول هذا الكلام علشان بس تبرر في موقفك. إي وهي تعال تعال على قول أنا هي عندي واجب مو عندي خزنة. أرباب ليش انت ما تسوي شريك نفر؟ هو هذا نفر يجيب كل سامان معدات. من هين غلام؟ من هين هذه الايام تحصل لك شريك يشاركك مقصورتك؟ من هين؟ أرباب ها مو عندك غلام؟ أرباب في راي ثاني. هتكلم هات رايك الثاني هذا. أرباب انت هذا مزرعة في أجار. هي زين؟ هي في نفر يشيل هذا مزرعة أجار. هي بعدين انت في آخر شهر تعال خذ فلوس، ما في جنجال، ما في سلعة راس. وانا اقول ليش مزرعتي مهمولة وما تدر علي فلوس؟ عصيك انت هامل المزرعة وقال تشكرني يا ابو الافكار. يا ارباب يا عمي سلوم انت ما تفهم مني غلط. بس 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 انا فهمتك، فهمتك صحيح فهمتك. واسمع مني، اسمع، اذا عدت لي هذا الموضوع مرة ثانية نعم والشهادة لله والشهادة عن دين انك ما لك مكان عندي، فهمتي؟ نغنغلي قس نغنغلي غلام شاكيني بغى يطبق المثل اللي يقول ما اللي بخيل ياكل العيار، وطاح مع من؟ طاح مع سلوم من سالم الحافي. يلا 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 طيعين طيعين يا سعيدة، خلينا نطلع برا نتمشى شوية احسن لك يا حرمة. انا مستعجبة منك، ليش تبغى تمشيني برا؟ ليش تتعبني؟ آه بس بس تو عرفت تبغى تخلي الناس يضحكوا علي يشوفوني كذا بطني قدامي امشي قدامهم فضيحه ما زير. آه ليش يضحكون عليك الناس؟ ليش يضحكون؟ انت ما اول وحده ولا اخر وحده تحمل ولا اخر وحده ولا اول وحده تمشي. الله يهديك يا سعيد. انا مستعجبه منك، ليش تبتعني؟ ابوي يوم ما تخاف علي انا خاف على ولدك عن ينزل قبل موعده بعدين يستوي عنده نقص في النمو. وانا علشاني خايف عليك يا سعيده وعلى ولدي اقول ليش خلينا نتمشى على الاقل كيلو واحد بس. وبعدين ترى المشي ضروري زيد الحامل خاصة في الشهور الأخيرة. شوف انت ومفيد في نفس الوقت. زين خلصت تعليماتك؟ خلصت ومنتظر رد يعني وجهة نظري. يا ريت. أنا أقول يعني بما أنه أنا جالسة في البيت والبيت الحمد لله واسع، إيش رأيك أتمشى من حجرة لحجرة ومن مطبخ للصالة؟ هذه وحدها رياضة. سعيدة يعني كلامي ما في الحسبان؟ يلا يلا عاد مرة زعل مرة أصر إنك مرة تزعل زعل زهبة في الباب. زين أبوي زين كان أبوي المشي في يد الحامل، خلا أنت مشي يلا. كلاش أبغاش يا سعيدة. سعيدة أنا كنت خايف من شيء واحد. من هيش؟ كنت خايف تقولي لي مثل سالفة الفحص يصير تمشي عندي بعد. لا تخاف خلا يا الله يا الله بعد لا تنسى تقول لي خلا وخلا إذا توقفت وجلست استرحت شوية. يا الله خلا يا الله. سلوم أنت غافي؟ أنا مش عايزة. ما غافي لكن كده شوية بتسدح. هي زين. أقول شيء. إيه. سعيد وسعيدة يسلموا عليك. الله يسلمهم بالخير والعافية. يلا يوم سعيد إني مشتاقنهم نعم. من مدة ما شفتهم. أبوي أنت ما تسأل عن حق كل اللاهي في شغلك وفلوسي. فلوس؟ مالك استريح أبوي استريح. يلا يا أم سعيد أنت أحيانا الضربي على الوتر الحساس نعم. أم سعيدة. أم سعيدة. أيوه. سعيدة بنتي كيف حالك؟ ماشي مسكينة عاد في الشهر الأخير. من إيش؟ من الحمل. أقول سلو ها. باقي لك إلا كمين يوم تستوي قد إن شاء الله.
أخوتي إيه؟ أنا عاد من باكر إيه؟ أصير أقيم بنتي إيه؟ سيري أقيم بنتي فك الله حلع أصفال الجو شوي أقول أم سعيدة إيوه أقول إذا جانا ولا شيء إيه؟ هنسمي سلوم إيه؟ إنزين عاد وإذا جاتنا بنية مو نسميها هنسميها سلومة الله يجازم ليزك يا سلومة توحد في هذا الزمان يسمي سلومة والقايم تخرف علينا اللي شوية النوم كابس علي شوية يلا النوم ايه انزين ابوي عقبنا بحسن لك انا من خل يلا الصبح على خير وانت من اهله يلا 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 تعبانة تعبانة واي تعبانة واي 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 اهتلقت واي تعبانة يلا خير يا سعيدة مالش صايرة جاية مالش اها جلس شوية خلينا اعرف اشرب الشاي زين ابوي ما قادرة اتحمل ما قادرة تعبانة طبعا انت ما حس بشي تشرب الشاي فؤادك بارد ما حس بشي اعطيني اشرب ياك بيكون يبرد فؤادي انا بعد تعبانة اها بيش تبغيني احس بعد صايرة جاية تبغيني مثلش اسير وجهي اسير وجهي يلا 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 بعدين مثل ما يقول المشي بدون سبب قلة أدب أول تنصحني تقول لي المشي زي الحال حامل أمشي يا ما مشيتك لسه تضحك علي لا تضحك علي لا تضحك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حش حش اليوم سعيدة شابة نار بتضربني كلمة كلمتين بتضربني سعيدة أنا يكون الضيف يبغى يشرف الحين أبغى أسير الشغل وأنا مطمن يكونها أبوي يسير الشغل بحفظ الله أبوي يسير أمي يوم بتعب بتقيني سير أنت توكل يلا إن شاء الله يلا أسير سير يلا يلا سير يلا أبوي زين هي والله سرلك سير وحدك مرض في ذا البيت سير يلا تعبانة يلا مهتلك يلا 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 أم سعيدة؟ يو لحظة من فضلك لحظة على هيك ذاك ما شاء الله متجه شال شغنتش في دينك هين سايرة؟ سايرة ود حلال كمين يوم أجلس عند بنتي سعيدة تراها عاد ما شاء الله قلت أسير لين تولد بالسلامة وكم يوم إن شاء الله؟ أما أسألتك غريب أسلوب أهنا مو دراني ولكنك تعرف البر ولكنك تعرف البر أتصير انتي وتطيح المشاكل والخسائر علي يعني يلا انا عاد سايره ها قدامي شي رحمه اقول سلوم ها مو لك عندك نوبه اقول لك ايه دير بالك على فهد هل هلا فيه اسمع انت كانها جالسه توصيني على جهد نعم ما هذا قصدي مو قصدي انا قصدي انك تهتم باكل الولد اقول ام سعيده هذا ولد فهد اذا ما حصل اكل هياكل هياكل ابوه هياكلني انا ها ابوي ما يقدر نعم ما يقدر كيف؟ لانك اذا قعدت ايه؟ اتاكل عمرك وحدك ما هذا قصدي انا ما هذا الدرجه عجب انا بس حتى اتناجح معك اخذلو نوبش انا قاعد امزح معك تلاقي وحشيني وسعيده انت اكثرت لوم سعيد سلامات اشوفك سرحان خير ان شاء الله في شيء نعم يا عبد الله جيت الدوام وزوجتي تعبانه شويه هناك في البيت يعني هذا الوقت تستعد فيه لاستقبال المولود اللي ممكن يوصل في اي لحظه من اللحظات عز علي اني اكون ما قادر اسوي شيء اساعد في زوجتي يعني ايش ممكن تسوي يا سعيد غير انك تبقى معاها في البيت يا اخي هذه الامور تقتص بها الام او المستشفى يلا ما نقول له الله كريم الله كريم مالك مالك وكل المشاكل هذه كلها كنت عزوبي ومرتاح جبت حق عمرك صدعت الراس ليش الظاهر ان الراس بيتصدع لو سمعت كلامك حتى انت يا سعيد حتى انت ضدي ما كفاية يا عبد الله لا اله الا الله زين انا بسكت واذا تكلمت مره ثانيه ها
زين تكلموا انتوا عاد. يلا زعيد زعيد. يا الله تعبانة ما قادرة. سعيد سعيد بس نقوم من النوم. قوم هاي سعيد. سعيد ما هي سعيدة مالش ركتيني خلي نام بعد دوام في وقت. جيمة ما شا وقت عاد غايتة انت. وقوم سعيد ما شا وقت. قوم تراني بموت. وابوي جيمة بموت. ها؟ يا الله بموتين؟ خير يكون الضيب بيوصل؟ بيوصل ترى غايتة. يا الله سعيد حامي 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 بترحب. ليش معلي؟ ما تشوف البلاي على هذه الحالة الله يهديك. ما أحسن وديها المستشفى يا عمتي. كم سير نادي أم علي يا وليد الله يهديك. أنت مالك ذاكية اللي تولدها. يلا يا ما يصير يا عمتي ما يستوي. يصير يصير كان معي ولا محسن بس جيبوها عالي. سير كم جديده. هيا بسير وأمن الله بسير. يا الله ما لو جالسة بيتنا ما أحسن ما. صبري لولود صبري يا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لازم علي هذه فين تسوي يعني. قلنا له وديهم المستشفى. ودي المستشفى لكم بس لهم هاي راس يابس. وين اللي قاعد هاي اللي ايش هذا بعد ايش هذا. ما عليه خالتي ما عليه سامحيني. انا جاي من طرف عمتي ام سعيده زوجتي السعيده في حاله وضع وتعالي معي الله يخليك بسرعه. هي خبرتني ام سعيده مبروكين. ايش مبروكين الله يهديك يا ام علي بعد ما زاد عندنا شيء تقولي لي مبروكين. يلا تعالي معي بسرعه الله يخليك. يلا زين ان شاء الله اجيب اغراضي. يلا بسرعه يلا. هاي بعد تاخرت سيدي هناك تعبانة وهادي على راحتها. يلا يا أم علي يلا أبوي بسرعة خلصينا. هيني شو معني إن شاء الله جايه. يلا تراش هلكتينا. يلا دهدي أم علي بسرعة قفلي. يلا بسرعة روحي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحرمة تعبانة. يلا الله يا بنت استحمل شوية الله يهديك. ما قادرة ما عين سعيدين وتأخر. توبيقي يا الله ما بموت ما بموت. محروزة فعل الله ولا فارش. مو هذا الكلام يا بنتي. جيمة ما جيبوا لي سعيدة موت حياتها ما ميت. اي والله توبيقي جيبوا أم علي إن شاء الله وتتخففي وترتاحي إن شاء الله. أنا أم علي لا أنا أبو أم علي ولا أبو سعيدين وسعيدة بسعيد وأبوي سعيد. صرخي بس يا بنتي. يا الله يا الله يا الله يا الله شليلي بياش البيت. هي والله واي. يلا معلي يلا بسرعة يلا ما قادر تفتح الباب. انت الله يهديك. باب سيارتك ماتماتيك باقي تماتيك بعد. يلا خلصينا يلا بسرعة يلا قدام. يلا معاني تعالي بسرعة بسرعة يلا.
عمتي هاي معلي جات. ها وصلت يوم علي. كيف حالك ام سعيده؟ الحمد لله بخير. كيف حال سلوم؟ بخير وعافيه. ولدش فهد ما شاء الله كبر ما ناوي ينزوقه. وهذا وقته يا عمتي الله يهديكم انتوا. ها خلي تصير شوف هاك مسكينه. يا ستي الله يهديك. خلا يلا بسرعه. خلا 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 يا مسعيدة ولا معلي أبغى أتخلك إنك وما يستوي. ها عمتي بشري سعيد بسرعة بسرعة يا سعيد بسرعة. إيش اللي صار؟ أم علي ما عرفت تسوي شيء البر. وغمك يا سعيد ما عرفت تسوي شيء. وسعيدة سعيدة تعبانة تعبانة واجد. يا الله مثل هذه الحالات الإنسان ما لازم يدودها.